سلطان احمد خطا لمصلحة النصر الان، والكره من مصعب ملعوبه الى الامام وخطيره وتمر وبالجول بالجول، هدف نصراوي اول، وكان ربما الخطا من جانب المدافع الاتحادي. الكره العرضيه الملعوبه بشكل ممتاز جدا، وبالتالي الكره تمر وتذهب الى داخل الشبكه، هدف نصراوي اول. مصعب العتيبي يسجل للنصر الهدف الأول بعد كرة ثابتة مقوسة بشكل ممتاز جدا. لاحظ الحارس مع علي مسعود كان خادع حارس مرماه، وبالتالي الكرة مرت إلى الشبكة الاتحادية. هدف نصراوي أول، والخطأ ربما من جانب المدافع، لا هو أبعد الكرة ولا هو يعني لاحظ ترك الكرة، ربما هو يعني وكأنه متعمد ترك الكرة لحارس المرمى، لكن حارس كان